بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعينا الكرام. نبدأ على بركة الرحمن. خوتنا نبدأ لكم في هذه الكوفرطة. خشينا خوتنا تاع اللي عنده شوية برد كذايا مليحة ما شاء الله. هيلة هيلة محفرة. شحال توزن هذه زعما رشيد؟ واحد 3 كيلو هكاك هكذا. المهم خوتنا مليحة هذه وسمتها فان مليحة. اللي عنده شوية برد كذا 250 250 وفيها هذه تاع النجمة شغل جديدة. موتيف جديد موتيف جديد بإذن الله. إن شاء الله تعجبكم خوتنا. إن شاء الله تعجبكم. 250 خوتنا 250. وخوتنا الكوفرطة تاعنا تاع 200,000 كاينة منها سنة بإذن الله. هاي خوتنا تاع 200 هاي الله يبارك كاينه كاينه منها. ارواحو دائما تدو منها باذن الله. دائما تدو منها باذن الله. ها 250,000 هذه خشينه كذايا ما شاء الله. خشينه كذايا ما شاء الله. صح هذه المعروفه المليحه. هذه المعروفه شابه هذه. اه والله يبارك. واش عندنا الحنبل تاع 200 دخل خوتنا. هذاك الصغير هذاك بزاف حوسوا عليه تاع 200,000 وكاين 200,000 برك. شافي الميتراج هذا؟ والله ماني عارف. متر و 40 على 40 على 22 متر 8. المهم وكاين خاوتنا اللي موالفين نخدموا فيه القلوبه فيه كاع واسمو ب 200,000 200,000 هذه 200 250 على 160 250 على 160 كبير كبير. ايه الاخر الصغير موالفين هذا شويه كبير عليه خاوتنا 250 على 160. مازالكم تاع واسمو اللي درنا له 200 و 250 طابي مازال ما كاين شويه كاين منه خاوتنا. خذوه ان شاء الله ارواحو. مرحبا بكم خاوتنا. كاين منه واللي زعف منا يسمح لنا خاوتنا. الله غالب عندنا لاشاش في الحانوت والله ما قصد تاعنا ما اللي يخدموا معانا ما يقصدوش والله ما نقصدوا حتى حاجه باذن الله. مرحبا بكم ونحبوكم في الله خاوتنا. عندنا هذه تاع اسبانيا. هذه تاع اسبانيا خاوتنا. هذه اللي يحب الماركه كذايا منايا اي كاينه. اللي يحب الماركه كذايا منايا راهي كاينه تاع اسبانيا. كنت عارفوا خاوتنا اسمع الغالي احنا ما نخدموش حسينه نجيبو الغالي حنايا. هذه خمس غالية وسو هذه 500,000 وخشينا تاع اسبانيا خاوتنا تاع اسبانيا. صح تاع اسبانيا اللولي كبير تجي وفيها الميتراج تاعها 240 على 220 هكذا. شابه هي شابه خاوتنا. كاين بزاف يقول لك الكوفرطة مليحه هكذا يا منايا. هاي كاينه هاي اللي يحب الماركه راه كاينه خاوتنا. لا مارك لا مارك هاي كاينه. مرحبا بكم. رواكولا فيها رواكولا. واش مازال فيها؟ مارو مازال فيها. شابه هي. هاي خاوتنا هذه هذه الموف هذه دوفان وهذه هاي دوفان دو كاف دوفان دو كاف. صح واش عندنا هذا واش عندنا؟ هذا واش كاين؟ خاوتنا بارك الله فيكم. الله يعطيكم ما تمناو. بارطاجينا غير هذا الفيديو الله يرحم لكم في الوالده. خاوتنا بارطاجينا الفيديو وديروا حسابكم خاوتنا باللي احنا نحبوكم في الله خاوتنا. مرحبا بكم. رانا خاوتنا نذكركم بالمحلات تاعنا. عندنا واحد باب السبت عند صونا الغاز وين كانوا يخلصوا وين يخلصوا تريسيتي لاصقين فيه. وعندنا واحد في الجواجله فوق البوسطه تاع الجواجله خاوتنا. بارك الله فيكم. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله.